قلنا ساعة ما الأشرف خليل اتقتل كان الناصر محمد طفل عنده 9 سنين، وعنده 9 سنين وكان موجود في الكرك. الكرك دي في بلاد الشام. بعته جابوه قالوا تعالى انت هتبقى ايه؟ الحاكم بتاع مصر. طيب جه عيل صغير والمماليك، مماليك ابوه احنا قلنا كان حاكم كبير وعظيم، عنده مماليك وقوات جيش بقى وناس كتير. مماليك ابوه كانوا كل واحد فيهم عينه على الحكم، وهم اللي اتفقوا ان هم يولوه عشان ايه؟ كل واحد يقدر مع الوقت كده يرستق نفسه وياخد الحكم بطريقته. كان في مين؟ كان في العادل كتبغى، وكان في واحد اسمه لاجين. جه واتولى الحكم وهو عنده 9 سنين اول مره، بس يا عيني كانت المؤامرات رايحه جايه عليه، والواد عيل صغير ومش عارف يعمل ايه، وكان خايف جدا. وجاله العادل كتبغى وقال له ايه؟ قال له بص يا مولاي انا هاخدها منك، بس مش عشان انا طبعا فيها لا سمح الله ولا حاجه، انا هاخد الحكم منك عشان خايف عليك، وانت روح اقعد في قلعه الكرك، يعني وليني انا الحكم وروح اقعد في قلعه الكرك، لما تكبر كده ان شاء الله انا هديك الحكم. وفعلا راح هرب او مشي او خلعوه يعني اول مره، وراح قلعه الكرك قعد فيها ومسك العادل كتبغى. زي ما قلنا المماليك كانوا ايه؟ بيقتلوا في بعض وبيعملوا مشاكل مع بعض. المهم شويه شويه حصل ايه؟ العادل كتبغى خلصوا منه وبعتوا قالوا لمين؟ تعالى الناصر محمد تعالى تاني يمسك الحكم. لسه عيل عنده 11 15 سنه، برضه عيل صغير. المهم جه عشان يمسك الحكم لقى الدنيا ولع اكتر من الاول، والمماليك مؤامرات اكتر من الاول، وكل واحد عايز يمسك ولاجين ومعرفش مين ومين. فجه هو من نفسه بقى المره دي، ما حدش قال له حاجه، هو قعد كام شهر وبعد كده قال لهم ايه؟ انا عايز احج، ممكن اروح احج؟ قالوا له اه تروح تحج وماله؟ قال لهم طب ممكن تعملوا لي بس كده جزء من الجيش يجي معايا كده واسرتي واخد شويه اموال معايا عشان رحله الحج طويله وبتاع؟ قال له ماشي. طلع على طريق الحج، وقبل ما يخش ناحيه الحجاز راح لافف وراح طلع على قلعه الكرك بتاعته اللي هو بيروح يتخبى فيها كل مره، وراح قاعد في قلعه الكرك. بس المره دي بقى راح رستق لهم. كان بدا يكبر شويه وبدا ايه يفهم بقى مؤامرات الحكم والكلام ده كله. قعد في قلعه الكرك دي شويه لحد ما قدر يجمع حواليه مجموعة من المؤيدين، يجمع جزء من الجيش، يظبط نفسه. كان الجزء كان الوقت ده لاجين اللي ماسك فيه الحكم. بعد ما خلص كان بقى عنده حوالي 25 سنة كده، راح راجع وقال لهم بس ما كانش لاجين يا ربي، كان بيبرس الجشنكير، واحد برضو من رجالة أبوه اسمه بيبرس الجشنكير. وبيبرس الجشنكير ده كان برضو من الناس اللي يعني محاربة وقوية وكل حاجة، بس لما عرف ان السلطان راجع، ان هو محمد ناصر محمد راجع، بيبرس الجشنكير ده مشكلته كان حظه اسود ومنيل بستين نيلة. يعني اول ما مسك مصر جات فيها مجاعة، النيل ما فاضش، مش عارفة جه وباء ايه، فالناس اتشأمت منه، قال لك ايه سلطاننا دقين ووزيره ركين، هاتولنا لعرج يجي الماء يجي الماء يتدحرج. يعني ايه؟ كان ناصر محمد عنده عرق في رجله، رجله بتعرق شوية كده، والسلطان بتاعهم اللي هو بيبرس كان عنده مش عارفه ايه في دقنه كده، فكانوا بيسموه دقين، وكان وشه نحس، هم المصريين خلاص اعتبروه نحس. اول لما جه النيل ما فاضش وجالهم الوباء وما فيش اكل وفي مجاعه، فقال لك ده ايه الراجل وشه نحس ده علينا؟ فالناس بداوا ايه؟ الناس كانوا بيحبوا ناصر محمد لان المرتين اللي جه فيهم كان عيل صغير وكان طيب وبتاع، فالناس كانوا عايزين ناصر محمد يجي. فعلا بدات تقوم ثورات في مصر في عصر بيبرس الجشنكير، ايه سلطاننا رقين ونائبه دقين، وهاتوا لنا لعرج يجي الماء يتدحرج. فسمع الناصر محمد وكان هو اوريدي مرستق نفسه مع الناس اللي هينصروه، فعلا جه على مصر. وبيبرس الجشنكير لما عرف هرب وطلب السماح، يعني طلب منه انه سامحني وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده. ناصر محمد قال له طيب ماشي تعالى. بعد لما جه وجاله بيبرس الجشنكير قبض عليه، حاكمه قدام الناس وقال له ايه؟ انا مش هعفي عنك. بعد ما قال له خلاص انا هعفي عنك وتمام التمام، قال له خلص عليه. ومن هنا بدا الحكم الحقيقي لناصر محمد، بقى حاكم بجد، بقى عنده 25 26 سنه، ودي المره اللي هيقعد فيها حوالي حاجه و30 سنه في الحكم، وكل مده حكمه 43 سنه المتقطعه على 3 مرات دي. هيقعد بقى حاجه و30 سنه في الحكم، المره دي هيمسك البلد ماسكه معتبره، هيعمل كميه مباني وحاجات، من اشهرها المدرسه بتاعته اللي موجوده في شارع المعز. عارفين المدرسه بتاعه ناصر محمد اللي في شارع المعز، اللي على بابها مين؟ اللي على بابها الباب بتاع الكنيسه اللي جابه اخوه الكبير مين؟ الأشرف خليل، اللي فتح عكا من شوية، مش احنا قلنا فتحهم وعلم عليهم وجاب باب كنيستهم؟ ده البوابة الوحيدة اللي شكلها غريب في العمارة الإسلامية. انت طول ما انت ماشي في العمارة الإسلامية في طراز كده للبوابات بقى وقوصرة مدخل، دي الوحيدة اللي شكلها غريب، ده هنا جوثيك لأن هي على الطراز القوطي.
خلاص. فهي الكنيسه دي هم لما جه ابني المدرسه بتاعته ناصر محمد فقالوا له في البوابه اللي جابها اخوك، فقال لهم هاتوها وحطها على باب المدرسه النصريه بتاعته، بيسموها المدرسه النصريه في شارع المعز. ودي كانت من ضمن الانشاءات المهمه بتاعته. ناصر محمد هيدفن جنب ابوه في المقبره المشهوره جدا، تاني اجمل مقبره على مستوى العالم اللي موجوده في شارع المعز، بتاعه ابوه المنصور الاوون اللي هي معاه البيمارستان. ابوه برضو ده كان حكايه، انتوا عارفين حكى بنى عمل البيمارستان ده ليه؟ ابوه المنصور ده راح الشام وراح البيمارستان. هما بيقولوا سببين. اول سبب بيقول لك ان هو امير كان في الشام، احنا قلنا كان بيحارب بقى ويروح يحارب الصليبيين ومش عارف ايه والكلام ده، فجي مره مرض عيه وهو في الشام يعني، واتعالج في حاجه اسمها البيمارستان النوري بتاعت نور الدين زنكي اللي هو كان اساسا لما كنا بنحكي عن صلاح الدين الايوبي بره الحاكم الاولاني بتاع الشام. المهم كان بني بيمارستان كبير، بيمارستان يعني مستشفى، كان بنيه هناك. فالراجل ده لما اتعالج قال ايه ده حلو قوي، ده انا لما ارجع مصر لو ربنا ولاني الحكم انا هعمل واحد زيه واحسن منه في مصر. القصه الثانيه بيقول لك ايه بقى، ان هو في بدايه حكمه كده في حصلت شويه ثورات، مش ثورات، الشعب والعامه زعلوه في حاجه ما تفهمش ايه يعني، كتب التاريخ خمه حتى مش قايلين هم زعلوه في ايه، بيقول لك ان هو ايه غضب على الشعب لسبب ما، فاطلق فيهم مماليكه لمده 3 ايام بالسيف، قال لهم اللي تشوفوه في الشارع خلصوا عليه، لدرجه ان الدم والجثث كانت مرميه في الشوارع من كتر القتل ومن كتر البهدله اللي حصلت في البلد. الحكماء والشيوخ والناس دي بداوا يروحوا يتحايلوا عليه الارجوك اعفي عن الشعب. فبعد ما قعد مع الشيوخ والحكماء قعد كده ندم بينه وبين نفسه، قال لك هو ايه اللي عملته، انا ليه قتلت الشعب بتاعي لمده 3 ايام؟ فقال تكفيرا عن الذنب ده يعني انا هعمل لهم بيمارستان يتعالجوا فيه. والبيمارستان ده بتاعه من اجمل المباني اللي اتعملت في العصر ده من المباني العامه. عارفين كان عامل فيه ايه؟ كان عامل فيه علاج بالموسيقى، كان جايب 4 يعزفوا موسيقى للمرضى اللي جوه البيمارستان عشان الناس دي اعصابهم تهدى. تخيل، شفتي؟ لا ما خلاص بقى الله يرحم البيمارستان دلوقتي اطلال عقبال عندي. حاجه تانية مثلا ان البيمارستان ده اللي كان بيعيا ويخش فيه كان بيتصرف عليه اكل وشرب وكل حاجه لحد ما يخف، لدرجه ان المسافرين الاجانب اللي هم مش من البلد يعني لما كانوا بيعدوا على مصر كانوا بيتمرضوا عشان ياخدوهم يقعدوهم في البيمارستان ياكلوا ويشربوا الكام يوم اللي هم قاعدينهم في مصر، لحد ما هم طلعوا كده فرمان او قرار ان ايه الضيف ليه 3 ايام، اللي هم فهموا بقى خلاص انتوا جايين ضيوف وانتوا مش عيانين ولا حاجه، هم بيخشوا مش عيانين بس يقعد اصل بطني وجعان، اصل ظهري، اي حاجه اكشف عليا، طب اقعد يوم طب اقعد التاني. فطلع فرمان كده ان ضيافه الضيف 3 ايام، اكرام الضيف 3 ايام، اللي هو بعد اليوم الثالث تفضلوا ايه اتكلوا على الله. من جمال البيمارستان ده اللي هو ابو المنصور اللي احنا قاعدين فيه في الجامع بتاعه ده. المنصور لما الناصر لما مسك بقى الحكم قعد في القلعه، المبنى اللي احنا هنا فيه ده، بنى قصر اسمه قصر الابلق تحت جامع محمد علي الناحيه اللي هناك دي. قصر الابلق ده كانوا بيحكوا عن جمال القاعات اللي موجوده في القصر ده وعن شكل الاروقه وشكل الايوان بتاع الحكم بتاعه، حكايات رهيبه. هم لقوا الاطلال بتاعته او الاثار بتاعته قريب وهم بيشتغلوا في الترميمات هنا. القصر ده اتسمى بقصر الابلق لان الواجهه بتاعته كانت معموله على طراز الابلق. الابلق اللي هو عباره عن ايه؟ صفوف من الحجر، صف اسود وصف اصفر او ابيض، صف اسود وصف اصفر او ابيض. عمل ايه كمان هنا؟ طبعا بنى الجامع اللي احنا فيه هنا ده زي ما قلنا، وده كان الجامع السلطاني او الجامع الرئيسي اللي بيصلي فيه الصلوات الجامعه كلها، هو وكبار رجال الدوله بتوعه والناس اللي عنده، وكان بيطلع ليه زي ما قلنا من القصر اللي هنا يقعد يصلي وبعد كده ايه يرجع. عمل كمان حاجه اسمها حوش الغنم. حوش الغنم ده اللي هو ايه، المنطقه هنا كان فيه تحت محجر، احنا عارفين احنا فوق جبل، فكانوا بيقطعوا من المحجر ده حجاره عشان يبنوا بيها. حبه 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 المحجر ده بقت حفره، مساحه كبيره كده، فقال لك خلاص نستغل الحفره دي والمكان ده، وبداوا نظفوه عمل فيه مزارع غنم بقى وبقر ووز، يعني الراجل كان بيفكر كده لطيف يعني، كان بيحب ايه يشخلع الناس اللي حواليه. المهم بنى الناصر محمد المبنى اللي هنا ده وفضل 35 سنه في الحكم بعدها مسيطر، خلاص بقى ما عادش حد يقدر يوديه ولا حد يجيبه، وكان من اقوى الناس اللي اشتغلوا واللي عملوا مباني في القلعه او في المبنى اللي موجود عندنا هنا في المكان اللي احنا موجودين عندنا فيه هنا ده. حلو حكايه النصر، كويسه.